وللحديث عن استمرار تدهور الدينار العراقي والفشل في إدارة ملف العملة ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله معنا دكتور سناء. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله وحيا جميع مشاهدي قناتكم الموقرة. حياكم الله دكتور سناء. على المستوى العملي بداية، ما تأثير فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب تعاملاتها كما تعلم مع إيران، وكيف ستعمل تلك البنوك أساسا بعد هذه العقوبات؟ جواب البنك المركزي العراقي قال أن هذه المصارف لا تؤثر كثيرا على نشاط اقتصاد الوطن العراقي، وإنما فقط تعاملات مالة لهذه المصارف تشكل 8% من مجموع التعاملات. يعني حسب تصريح المصرف أو البنك المركزي العراقي أنه سوف لا يتأثر كثيرا الاقتصاد الوطني العراقي. هاي من ناحية، لكن من ناحية أخرى قال أنه بإمكان هذه المصارف أن تتعامل بالدينار العراقي من أجل تمشية معاملاتها التجارية واستيراد البضائع والمجرى. هذا من جهة. من جهة ثانية، طبعا نعرف احنا يعني هذه 14 مصرف زائد اربع مصارف قبل ذلك كانت كذلك الحكومة او وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على هذه المصارف، إذا يكون لدينا 18 مصرفا عراقيا. طبعا لو نحلل هذه المصارف بأسمائها لنرى أن معظمها هي مصارف تابعة إلى أحزاب إسلامية. يعني نأخذ هذه ال 14 مصرف، من ضمنهم تسع مصارف هي إسلامية، من اسم من واضح الإسلامي الإسلامي الإسلامي، معنى ذلك أنه هذه المصارف تابعة لأحزاب إسلامية، وهذه الأحزاب الإسلامية تتعامل مع إيران. إذن سوف تكون النتيجة والتأثير واضح على تعامل هذه المصارف مع إيران من أجل تحويلات العملة الصعبة إلى هذه الدولة. نعم. باعتقادك دكتور، يعني هذه المصارف أسست أساسا لتكون واجهة لتهريب العملة إلى إيران؟ معظمها نعم، لأنه نحن نعرف أنه هذه المصارف هي تابعة لأحزاب سياسية، يعني تابعة لما يسمى أحزاب السلطة، ولديها ما يسمى مكاتب اقتصادية. هذه المكاتب الاقتصادية هي التي تنظم عمليات تحويل العملة وإرسالها إلى إيران من أجل تمكين إيران من تنمية اقتصادها الوطني. إذن ما الذي يمنع الآن تشكيل مثل هذه المصارف وتفريخها من جديد إن صح التعبير؟ والله سؤال طبعا جيد. ممكن يعني لو استخدموا الحيلة لتمكن من تشكيل مصارف أخرى بأسماء أخرى، طالما هذه المصارف لا تتمكن مثلا من التعامل بالدولار، لكن تتمكن من التعامل بالدينار العراقي. يعني إذا تشكيل مصارف أخرى تخرج من بين هذه المصارف، يعني حتما راح تعرف بها كذلك الخزانة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية. إذا نحن أمام عملية معقدة وصعبة، وحسب قولك يعني ممكن أن تقوم هذه المصارف بإنشاء مصارف أخرى وتتعامل بأسماء أخرى. نعم، يعني لربما البنك المركزي قال أن التأثير لا يتجاوز 8%، ولكن المودعين بعد هذه العقوبات سارعوا لسحب ودائعهم. هذه العقوبات والمتتالية على المصارف، يعني بأي شكل من الأشكال تؤثر على ثقة المودعين العراقيين بالبنوك؟ ومن هنا يعني كيف تلاحظ التأثير، تأثير هذه العقوبات على السوق المالية إجمالا في العراق؟ طبعا بشكل عام نحن نعرف احنا في حدود هكذا مشاكل أو أزمات ينتشر الهلع
عند المودعين فيبادرون بسحب أموالهم، وهذا كما رأيناه في لبنان كذلك حدث ذلك، وقبل ذلك في قبرص، وقبل ذلك في اليونان. يعني إذا هاي الحالة موجودة ومعروفة، بإمكان هذه المصارف أن تعيد الثقة لهؤلاء المودعين وسوف يرجعون إيداعاتهم. بعدين هم قالوا أن احنا ممكن التعامل مع هذه المصارف عن طريق الدينار العراقي. هنا عندك انت الشركات الصيرفة الموازية التي تلعب دورا في هذا المجال، سوف يتوجه إليها المودعين أو الذين يتعاملون بالدولار الأمريكي. طبعا نعرف مثلا السعر الرسمي هو 1310 320 سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لكن في هذا الهلع وفي هذه الحالة نرى أنه قد ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الأمريكي، يعني أصبح بحدود 1450 1500. هذه أنا باعتقادي كذلك قد يكون ترجع، هاي طبعا تعتمد على قوة الحكومة العراقية وعلى قوة البنك المركزي العراقي حتى يعيد الثقة إلى المودعين وإلى الناس وإلى التجار العراقيين. طبعا نعرف احنا مسألة معينة أنه دولرة أي اقتصاد بالعالم يؤثر سلبا على اقتصاد الوطني لتلك الدولة، ولذلك من واجب الحكومة العراقية ومن واجب البنك المركزي العراقي عدم انتشار وعدم استعمال الدولار الأمريكي بالسوق المحلية. يجب احنا أن نعمل على تقليل هذه النسبة، وإلا أن استخدام الدولار معناته دمار الاقتصاد الوطني العراقي. احنا واقتصاد واحنا لدينا دينار عراقي، يجب نستخدم العملة الوطنية في تعاملاتنا الاقتصادية والتجارية. نعم، برأيك هل الحكومة والبنك المركزي قادر على ضبط ذلك؟ أنا باعتقاد نرجع مرة ثانية، إذا توجد لديهم خطة وتوجد لديهم يعني نقول قرار حاسم بإمكانهم أن يأثرون. ونرجع مرة ثانية وأقول لك طبعا قوة البنك المركزي وقوة الاقتصاد العراقي تنتج من قوة قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، الصناعة والزراعة والبنى التحتية وهلم جرى، وقوة الإنسان العراقي. إذا كانت هذه القطاعات ذو قوة ممكن أن تصلح الوضع، لكن إذا بقيت على هذا المستوى وإذا رأينا أنه نسبة قطاع الصناعة من الموازنة العراقية الأخيرة 2023 كان بحدود أقل من 3%، معنى ذلك لا زلنا نعتمد على الاستيراد، ولا توجد خطة لتقوية قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي اللي هي الصناعة والزراعة والبنى التحتية والمجرات. هذه قطاعات مهمة، النقل مهم، الصحة، التعليم مهم، يجب أن ننتبه إلى ذلك، وليس فقط ننتبه إلى توظيف الموظفين بنسب كبيرة من أجل قضاء البطالة. بالعكس تحدث عندنا بطالة مقنعة، وأنا تكلمت سابقا في عدة لقاءات في قناة الكون المقرة أنه يجب أن نحول هذه البطالة المقنعة من القطاعات الاقتصادية الحكومية، طبعا من القطاع الحكومي الإداري، إلى قطاعات إنتاجية حتى نرفع المستوى الإنتاجية بالإيراد. وكما قلت سابقا أنه الاقتصاد العراقي هو اقتصاد استهلاكي الآن، الشعب العراقي شعب مستهلك، لا يوجد إنتاج، كله استيراد من دول الجوار، وهذا طبعا سوف تؤدي إلى حدوث كارثة في الاقتصاد العراقي. يعني آخر الأخبار من بغداد أنه صار تسابق على شراء العقارات من أجل بناء المراكز التجارية، يعني بعد أكثر يريدون بناء مراكز استهلاكية. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك مجددا. أهلا وسهلا ومرحبا.